مزيد من الخسائر البشرية بقصف طائرات التحالف الدولي على مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش شرق دير الزور. نحو 40,000 مدني محاصرين في بقعة جغرافية صغيرة ولا فرص لإنقاذهم. تقول قوات سوريا الديمقراطية أنها تسعى لفتح طرق آمنة لخروج المدنيين وأن التنظيم يرفض، فيما الواقع على الأرض يشير أن كل الأطراف العسكرية لا تأبه بمصير هؤلاء. على الجانب الآخر، ظهرت نتائج حصار التحالف وقسد على مناطق داعش سريعا، فتعاني المنطقة من فقدان تام للطحين والمواد الغذائية، فكل الطرق البرية مقطوعة. إذن مصير مجهول لآلاف المدنيين شرق الفرات، فالعمليات العسكرية في المنطقة جعلتهم بين نيران قسد وداعش، والحرب أكلت من أعمارهم سنين.